قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي، النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم. فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب، وذكر الأكل والشرب هنا على سبيل التمثيل، وإلا في رواية عند الدارقطني: من نسي وهو صائم فأفطر، فيشمل الأكل والشرب والجماع وغيرها. فأكل أو شرب فليتم صومه، أمر بإتمام الصوم، وهذا الأمر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب. فليتم صومه، نقول أمر مشترك بين الوجوب والاستحباب، فيجب إتمام الصوم إذا كان الصوم واجبا، ويستحب إتمام الصوم إذا كان الصوم مستحبا. فمثلا إنسان في رمضان أكل أو شرب ناسيا، ماذا يصنع؟ نقول يجب أن تتم الصوم ولا يجوز لك أن تفطر. رجل في صيام يوم الاثنين أو الخميس أفطر ناسيا، نقول أتم صيامك على سبيل الاستحباب، ولا نقول يجب، لأن النفل والتطوع لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا. فإنما أطعمه الله وسقاه، نسب الإطعام والسقي إلى الله لأنه بغير اختيار منه. ولكن متى ذكر الناس أو ذكر وجب عليه الكف وأن يلفظ ما في فيه من طعام وشراب. فإذا ذكر يجب أن يكف عن الطعام والشراب، لأنه في الأول كان معذورا ولما ذكر زال العذر. كذلك أيضا إذا ذكر بأن قيل أنت صائم فيجب أن يكف